جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم، هل تصح الصلاة وقت الأذان أم أنه يجب الانتظار حتى ينتهي الأذان؟ مع العلم أني أقرأ الدعاء الذي يجب قوله ثم أبدأ في الصلاة وهذا لم ينتهي الأذان بعد. إذا أذن المؤذن وأنت تصلي صلاة نافلة فإنك تكمل، ولو كان المؤذن مؤذن تكمل الصلاة التي شرعت فيها، ولو كان المؤذن مؤذن. فإذا فرغت منها فإن بقي من الأذان شيء فإنك تتابع المؤذن فيه وتأتي بالذكر الذي بعد الأذان. وأما إذا شرع المؤذن في الأذان المستحب لك أن تنتظر وأن تتابع المؤذن ثم تأتي بالدعاء المشروع بعد الأذان، ثم بعد ذلك تدخل في الصلاة التي تريدها لتجمع بين الفضيلتين. ولو أنك كبرت والمؤذن يؤذن وصليت فذلك جائز، لكن يفوت عليك متابعة المؤذن، فكونك تنتظر حتى يفرغ المؤذن من أذانه ثم تأتي بالذكر بعد متابعة المؤذن يكون هذا أفضل، ثم تأتي بما تريده من الصلاة. وهذا في غير من دخل يوم الجمعة والإمام على المنبر والمؤذن يؤذن، فإن الأفضل له أن يصلي الركعتين والمؤذن يؤذن، يبادر بصلاة الركعتين حتى يتفرغ لسماع الخطبة. نعم.